هنا تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة، وهنا يتم تنفيذ الخطط الإسرائيلية باقتلاع وتهجير سكانه من البدو الفلسطينيين الذين بدورهم تصدوا لجنود الاحتلال بصدورهم العارية. ليش الخان وليش الآن مع أنه حجمه محدود؟ الخان الأحمر عنوان ونموذج عزة وصمود. خان الأحمر رفض الهدم وضرب المثل وكسر قيود، قيد الطاعة للمحتل بكل أشكاله وحتى جنود. ترى بيدك يا شعب الحل ولحتى تثمر الجهود. لا تقول لي هالخان صغير وسكانه في العد قليل، الفكرة أخطر بكثير، فكرة مبدأ الترحيل. يعني اليوم بيبدو بخان وبكرة كم قرية حيشيل، وليغير وضع السكان لو حتى بالنفس الطويل. خلي رباطك جوا الخان صبح وظهر وعصر وليل. دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى تكثيف التواجد اليومي في تجمع الخان الأحمر شرقية مدينة القدس المحتلة لإفشال محاولات الاحتلال تنفيذ عملية هدمه. هدم الخان بيعني كثير للمحتل وما هي صدفة، على القدس يزيد التأثير وليقطع أوصال الضفة ويوسع في الاستيطان، وعلى شعبي حيزيد الكلفة. ولا تقول لي حكمه قانون، عمره العادي ما رح يوفي، واللي لأرضه ما بيصون من أرضه شو اللي حيصفي. اللي بيتراخى هاليوم بكرة بيجي عليه الدور. يلا يا شعبي تنقوم نحمي الأرض ونحمي الدور، نفشل سطوة هالمحتل وللعزة انخط سطور. وبالخان الأحمر حنضل مغروسين بأرض جذور. الهبة يا شعب الحل، احشد شارك برضو ثور. بكفي بكفي يا شعبي نتذمر، بدنا نعمل بدنا نثأر، أحسن نحكي إني أكلته يوم أكل الخان الأحمر. خطر.